السلام عليكم أصدقائي، وياكم حسين من قناة تكفون. اليوم عندنا جهاز هو قديم، يعني مو قديم كلش، تقريبا صار له شهرين من إطلاقه، ويعني لحد الآن مدى أشوف أنه عليه عدد مبيعات يستاهل. فهذا الجهاز هو الـ Y9 برايم 2019. هذا الجهاز كامل من كل شيء، يعني تقريبا كامل من كل شيء، مو كامل من كل شيء نهائيا، لكن هو تقريبا يعني أكثر جهاز أو أفضل جهاز متوسط راح يشغلك بالنسبة للألعاب، راح يشغل PUBG بدقة HD بدون أي مشاكل. هذا الجهاز هو الـ Y9 برايم 2019 مثل ما ذكرنا. هسه راح نعطي مواصفاته وانتو حكمه. بالنسبة لتصميم الجهاز فهو يجي بلاستيك من الخلف وزجاج من الأمام، لكن البلاستيك نوعية جيدة مو رديئة كلش، مع كاميرا أمامية منبثقة طبعا، وراح تجي طبعا بشاشة كاملة بدون أي نوتش أو أي قطع، وهو هذا الشيء يعني جدا ممتاز من الشركة. بالنسبة لشاشة الجهاز فهي بحجم 6.59 انج، او نقدر نقول 6.6 انج، لان الفرق كلش قليل بين 6.59 و 6.6 انج. راح تكون طبعا من نوع الـ IPS LCD بدقة الفول HD بكثافة بكسلات 391 بكسل بالانج، وهذا الشيء ممتاز كهاتف متوسط. ننتقل الى اداء الجهاز. اداء الجهاز بالنسبة لنظام التشغيل فهو راح يجي اندرويد 9، وراح يحصل على الاندرويد 10 باقرب وقت. بالنسبه للمعالج فالجهاز راح يجي بمعالج الكيرين 710F، وهو جيل مطور من الكيرين 710 العادي بتردد يصل الى 2.2 جيجاهرتز، مع جي بي يو من نوع مالي جي 51 ام بي 4، وهذا المعالج مال رسوميات راح يكون شيء جدا ممتاز، لان الام بي 3 هو ممتاز جدا، اما الام بي 4 اكيد راح يكون افضل من عنده. بالنسبه للرام فهو راح يجي 4 جيجا والتخزين 128، طبعا راح يدعم تركيب شريحه خارج العفو ذاكره خارجيه لحد 512 جيجا بايت، بس ما اعتقد انه احد راح يقدر يركب هذا الشيء بسبب انه 128 جيجا بايت مساحه جدا كافيه للشخص العادي. ننتقل هسه لكاميرات الجهاز. الجهاز راح يجي بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى بدقه 16 ميجا بكسل للتصوير العادي، الثانيه راح تكون بدقه 8 ميجا بكسل للتصوير بزاويه عريضه او الوايد انجل، والثالث راح تكون بدقة 2 ميجا بكسل تكون للعزل لعمل تأثير البوكيه أو الغواش اللي يصير خلف الشيء المراد تصويره. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهو في شيء جدا مميز بهذا الجهاز، راح تكون طبعا منبثقة بدقة 16 ميجا بكسل تفتح تلقائيا عند فتح تطبيق الكاميرا. بالنسبة للجماعة اللي خايفين من موضوع الكاميرا، الكاميرا طبعا الشركة ما خلتها هيك، يعني أكيد شركة مثل هواوي حاسبة الموضوع وماخذة احتياطاتها، يعني مثلا إذا وقع الجهاز بيه فتح حساس بحيث لما يحس نفسه انه هو يوقع راح تنسد الكاميرا تلقائيا. والكاميرا هواوي طلعت بتصوير انه الكاميرا خالين عليها ثقل ووزن 15 كيلو وما انكسرت الكاميرا، فلذلك اطمئنوا من هالموضوع. انت خو ما راح تفتح الكاميرا وتظل يعني شلون نقول تلعب بيها يجي تحرك بيها، لا اكيد، يعني انت راح تاخذ راح تفتحها بس تصور وترجع لمكانها، فلذلك ما راح تتأذى ابدا. ننتقل لبطارية الجهاز. بطارية الجهاز بحجم 4000 ملي امبير تدعم الشحن السريع بمنفذ شحن التايب سي. وبالنسبة لسعر الجهاز فراح يجي السعر الذاكرة 128 ورام 4 و 220 دولار، ما يعادل 265 ألف دينار عراقي. هذا الجهاز صح قديم، يعني وقت إطلاقه تقريبا صار له شهرين أو أكثر، لكن صراحة هذا الجهاز جدا مناسب المحبي لعبة PUBG، راح يشغلهم لعبة PUBG بدون أي مشاكل. محبي لعبة فورتنايت فللأسف هذا الجهاز ما يدعم لعبة فورتنايت، لأن لعبة فورتنايت تريد أجهزة فوق المتوسطة أو عالية بسبب الجرافيكس العالي بيها. فهذا الجهاز حبيت أنه أقول لكم أن هذا الجهاز هو تقريبا أفضل جهاز متوسط حاليا، كمواصفات ممتاز، ككاميرات حلو، كمعالج ممتاز، يعني تقريبا من كل النواحي كامل وما بي أي مشاكل. أتمنى عجبكم الفيديو، استفدت الفيديو، إذا أول مرة تشوفنا أتمنى تشترك بالقناة، وتحياتي لكم في